عن جد أنا اليوم ضيفة في برنامج بلوجرز كيتشن، وإجيت لقيت المطبخ مجهز ومليان إنجريدينتس بتجنن، بس ما في إشي إله علاقة بالتاني. طلعوا موتزاريلا، نوتيلا، كمان إشي مش عارفة إيش هو، ممكن يكون ملوخية ولا شو مش عارفة، وفي ريزوتو ومشروم، مش عارف شو بدنا نعمل. بس الواحد هبدأ أنا أقطع المشروم. لا لا ما بتبدي تقطعي، أنا موجود، أنا بس طلعت خارج الاستوديو، يمكن أنت استغليتي وجودي خارج الاستوديو. كيفك؟ أهلا وسهلا يا شيف، كيفك؟ ميرسي على الاستضافة. أهلا وسهلا، خلينا نعرف المشاهدين على ضيفتنا لليوم، خبيرة تدريب الشخصيات للظهور الإعلامي، الإعلامية سالي الأسعد. أهلا وسهلا فيكي في بلوجرز كيتشن مع شيف ربيع. اهلا فيك. انت مش عارفه ايش هالمكونات؟ مش شيف يعني، هذا احنا بنسميه هيك، لو انا فايت على المطبخ بسميه سمك لبن تمر هندي. اوكي، نحن اليوم رح نحضر طبق من المطبخ الايطالي، هذا الطبق هو الريزوتو. اوكي. الريزوتو تمام بينعمل بكثير نكهات وكثير اشياء. هلا نحن لازم نعمل مشروم ريزوتو اللي هو ريزوتو الفطر. ايطاليان. ايطاليان، ولكن انا سمعتك من برا عم تقولي مش عارفه ايش هذا الباكتشوي. هو سبانخ، هو ملفوف صيني. اوكي. الباكتشوي هو نوع من انواع الملفوف الصيني، يستخدم في المطبخ الصيني والمطبخ التايلندي، مفيد جدا لصحه القلب ولخفض مستوى ضغط الدم، لانه فيه عنصرين كثير مهمين اللي هو البوتاسيوم، وفي ايضا فيتامين بي 6، فهو كثير جدا مفيد، فانا حبيت ادخله لانه انت كمان صاحبه محتوى كثير مفيد وكثير مؤثر. وعلى فكره شفتك انا من يومين هيك عم تعملي منسف على السوشيال ميديا، وبدا شوي شاطره بالمطبخ يا شيف. فنحن خلينا نبتدي مع بعض. بس قبل ما نبتدي انا حابه اهديك شغله بسيطه اليوم، زي ما عرفت انك حابه تدعيني على ايطاليان فود، وانا حبيت اجيب لك شوكولا مميز كثير، بتعرف الايطاليين بحبوا الذوق والهدايا، وجبت لك شوكولاته ان شاء الله تعجبك. كلك ذوق. شكرا. Thank you. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا لذوقك. اذا نحن رح نبتدي مع بعض، رح نلبس تمام. المريول، بس لازم تستخدم المشروبات اللي قطعتهم. اوكي، المشروبات رح نستخدمهم بشيء ثاني هلا. يلا نلبس المريول. نحن هدول المشروبات رح قبل ما نبلش نطبخ بدنا نعمل هيك شيء، تنكيش اسنان هيك، بايت مقبلات، نعمل بيتزا. بيتزا مرة واحدة؟ ايه بيتزا، بس هاي البيتزا رح تكون طبعا النكهة حسب اختيارك انت. أوكي. يعني تركيبة الإعلامية سالي. انت بتعرف شو انا اكثر بيتزا بحبها؟ اللي هي مارغريتا. بلين تشيز. صوص ومشروم وتشيز وبس. طيب شوفي انا هون كتير. بس نحن بدنا نعمل هيك لعبة صغيرة. يلا انت بتقفي هون. اوكي. وانا بقول المكونات من غير ما انت تشوفيها. أغمض. بتغمضي. أزعبر شوي. هلا. أوكي. نحن. لا بيتزا بيتزا. يلا. أوكي. يلا أنا بحب أساعد كمان. طيب. لا أنت هون ما بدي إياك تساعدي. طيب ماشي. هون بالذات أنا ما بدي إياك تساعدي. ما تطلعي فيني. أوكي. شو بتختاري؟ يمين ولا يسار؟ يمين. الله يجعلنا من أهل اليمين. أوكي. شيف توصى بليز. لا أنا متوصى على آخر. أنا هذا أصلاً اللي بدي إياه كان يطلع. أوكي. طيب هلأ المكون اللي بعده. يمين ولا يسار؟ يسار هالمرة. يسار. أوكي. طيب. خلاص فيني أغمض بدون إيدي ها؟ فيك تغمض. مش رح أعمل أي شيء. يمين ولا يسار؟ يمين و... في النص. في النص. في النص. في النص بيزبط. بيزبط في النص. اوكي يلا. اوكي في النص. حاسسته ممكن يكون زبيب ولا شيء. ربنا والله يستر. تطلع بيتزا اليوم شيء بيعقد، شيء بيجنن، اطيب بيتزا بالعالم بتطلع ان شاء الله. ان شاء الله باخذها للولو الصغير على البيت. طيب هلا يمين ولا يسار؟ يسار. يسار خلص هيك رح بنحط البيتزا بالفرن، بس ما رح خليك تشوفيها هلا. خليني اشوفها بس عشان الصدمه ما تكونش مهوله بعدين. تفضلي. بسم الله. شوكليت نوتيلا على مانجا. طيب اوكي نحن هلا ايوه هاي شيف بتكون اهداء مني لإلك البيتزا. لا بدك تدوق. لا لا عن جد هاي اهداء مني لإلك. لازم تدوقيها. واذا بدك تحط عليها شويه تومه بتطلع روعه. تونه؟ تومه. عشان يعني يكون
إشي روعة. أنت بتطبخي في 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 بتطبخي في البيت بالعادي كتير؟ طبعا يعني عندي حدا بيساعدني بس بطبخ. أنا شفتك نرجع لموضوع المنسف، أنا شفتك عم تطبخي هذيك اليوم. منسف صح، دائما بتطبخي منسف؟ المنسف هو أكلتنا المفضلة بالبيت ونطبخها يعني أتليست مرتين أو ثلاثة بالشهر. مرتين أو ثلاثة، وبنتي الصغيرة يعني لو كل يوم ما عندهاش مانع، فإحنا متعودين عليها دائما نعملها المنسف باستمرار. مشاهدينا نحن رح نرجع لطبقنا لليوم ورح نحكي المكونات اللي رح تكون فيه. طبعا المكونات رح تكون هي رز الريزو الإيطالي، وفي عنا لازم يكون طبعا أكثر من نوع جبنة، فعنا الجبنة القابلة للدهن، وعنا جبنة البارميزان، فينا أيضا نستخدم جبنة الموتزاريلا، وعنا طبعا بصل وثوم، وعنا أيضا البكتشوي. عندي هون مرق الدجاج كتير بتعطي نكهة، وبما أني أنا اليوم رح زين الطبق تبعي بالرمان، فأنت رح تساعديني بالرمان. يا عيني على هالمهمة، بس ناخد كفوف. القفازات عندك يلا. هون يلا تمام. أوكي. هلأ أنا رح ساعدك في البداية هيك، هاي مهمة صعبة شوي تبعت الرمان بصراحة، أنا رح ساعدك فيها. شيف بتأمن بالأشياء اللي بتيجي على اليوتيوب إنك تطرق الرمان بالمعلقة فينزل كل الرمان؟ بتحسها هاي حقيقة؟ أنا جربتها ما زبطت معي. شوفي أول شيء هلأ الرمان لليك شغل، إحنا لما بدنا نقص رمان ويطلع معنا بشكل حلو، كمان نوعية الرمان تلعب دور. صح، يعني إذا كان القشرة سميكي بدون بزر ومرتب، إذا كانت قشرة الرمان سميكي بتساعدنا نحن، بس أنا أطرقها مرة واحدة هيك تهر ما صارت، ما بتصير. لا أنا شيف يعني بالمطبخ من 22 سنة. طب شو أكلتك المفضلة شيف أنت؟ أكلتي المفضلة؟ إيه هلا أنا بحب اللحوم أكثر من الدجاج، يعني بفضل اللحم. أنا كمان دائما، فأنا بفضل الستيكات، أنا كثير بحب الستيكات. أنا بحب اللحمة أكثر من تشيكن. وهيك بيتزاتنا، بيتزا المطبخ، بيتزا بلوجر كيتشن جاهزة. بيتزا عجب العجاب هاي بدنا نسويها. شو عم بصير؟ هلا أنا رح أغير هيك، أنا بشتغل باليمين. أوكي. بما إنه ضيفتنا ريحتها بتشهي. ريحتها واو كثير، ريحة النوتيلا. بس كيف طلعت مع المانجا والزبيب؟ عن جد أنا بدك تنتبهي بالأول. شايف أنا بفكر أضب أغراضي وأروح، ولا مش عارف شو بدي أعمل، خايفة تعزم علي. طيب نحن رح ناخذ البيتزا، بس لأنه كثير سخنة ونحن ما بدنا إياكي تحترقي. لا أنا بهديك إياها. لا بدك تدوقيها هلا. أنت اعتبرها هدية مني مع الشوكولا. هلا مندوقها. يا جماعة نحن ما يعني نرجع بنذكر بأنه ضيفتنا هي صاحبة محتوى فن إعداد الشخصيات للظهور الإعلامي. طيب من زمان حضرتك في هذا المجال؟ نعم. كم سنة تقريبا؟ يعني أنا إلي 20 سنة، بديت كمذيعة ما شاء الله، وبعدين اتطورت وصرت مذيعة رئيسية ورئيس تحرير، بعدين عملنا شركة إنتاج، بعدين صار ينطلب مني أدرب المذيعين الجدد كيف يطلعوا على الكاميرا ويتحدثوا، بعدين طورنا محتوى أكبر للشخصيات زي حضرتك، كيف عندك هيك كاريزما حلوة. بس يعني مش كلهم بيكون عندهم مهارة الحديث قدام الكاميرا، أنت اسم الله عليك شيف ومذيع. صح عن جد. وهذا كمان ايش فيه؟ انا محضر لك كمان ضيافه هي عشان فيها ملاح شيء، انا صرت انا منك عصير برتقال. عصير برتقال يعني كمان نحن هيك كاس عصير باللي ريقك فيها هيك من لطفك من لطفك. اوكي نحن رح نبتدي في التحضير. يلا الريزوت. طب ابدا انا بالهذا؟ انت بتبداي في الرمان. اوكي تمام. طيب نحن للريزوتو لازم، انا بعد اذنك هحط القشر. ما عندك مشكله. طيب نحن للريزوتو رح نبتدي في الزيت الزيتون. لازم نحط زيت زيتون هون شيف. تفضلي. في ناس بيفكروا انه الريزوتو هو عباره عن الرز تبعنا العادي الحبه القصيره بس مخبز، بس اعتقد انه هو لا، مش هيك ابدا. هو الريزو، هو الريزو تمام، هو نوع الرز المستخدم في المطبخ في الريزوتو، هو شبيه يعني هذا مش نفسه. هو لا، نسبه النشا فيه اكثر عالي. ايه وهو لما بيطبخوه كمان لازم يكون شويه بسموه هم الدانتي، يعني الدانتي بالضبط. اوكي يعني لازم، انا راح كمان هم بيستخدموا الزبده، راح احط زبده. اوكي وانا هلا ما بيغسلوه.
هو دايركت بحطه من العلبة على طول. أوكي. ولكن أنا يعني بتعرفي أنا بحب النظافة، عندي شيء أساسي في المطبخ. تمام. فبعملها وش هيك بغسلها. أوكي. بتصفيها. وبصفيها على طول. بس ما إله نقع مي سخنة. لا 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 15 دقيقة. لا لا لا, 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 لا أبدا. أوكي. أبدا. تمام. لا هيك شطور يا شيف، شطور شطور. بس الفكرة إنه أنت ما بس راح تحضري الرمان، لا راح تطبخي لنا، تحضري لنا. أنت كيفك مع الحلويات؟ تطبخي بتحضري حلويات لعائلتك؟ بتحضري المغلي؟ تحضري لنا المغلي؟ أنا جايب كراوية معي، نحن في ناس بتسميها مغلي الرز وفي فريش؟ ناس بتسموها الكراوية. كراوية ايه. فريش صح؟ إيه. الكراوية البودر. أنا هلا راح أضيف المشروم، هلا في كتار أنا بيقولوا لي طيب أكل أكل الشيف ولا أكل المدام؟ عن جد؟ آه آه آه. أنا لا بقول لهم دائما شوف هلا أوكي، نحن أنا ما في بقناعاتي شيء اسمه نفس، أنا بقناعاتي في شيء اسمه بروسس، يعني خطوات. تمام. أنا يعني إذا عم بسلق لحمي الريحة إذا عم بسلق لحمي وبدي وبدي إياها تطلع طيبة، لازم شيل الزفرة شوي شوي، لازم أحط الباقي الأطيب، هذا السبس. هلا رح أضيف الرز. بس تعرف شيف، موضوع النفس ممكن يكون له علاقة بال بحب الكرم والإطعام، يعني اللي بيطبخ لك بنفسه بمحبة. صح. والله لقمته طيبة. أيوة. ما عشان هيك بتغني أنت وتطبخي؟ بتغني أنت وتطبخي؟ بسمع ميوزك. أنا شايف صوتي حلو كمذيعة، بس صوتي خشن كمغنية. صباح صباح يا علي، فتح يا علي، فتح يا علي. والجيب ما فيه شي ولا ملي. لا إن شاء الله فيه، إن شاء الله فيه. بس المزاج رايق وسليم. آه لازم يكون اللي بيكفي بيكفي ولا شو؟ بيكفي. أوكي تمام. أوكي. هلأ أنا بأخذ البوك شوي قطع شوي. فيك تبلشي بالمغلي. يعد الجوز المزروع في كاليفورنيا والغني بالأوميغا 3 الإضافة المثالية لأي وجبة، فهي صحية وذات مذاق رائع، ويمكنك إضافتها إلى السلطات وأطباق المعكرونة والأيس كريم والمزيد. يزخر موقعنا الإلكتروني بمعلومات عن كيفية استخدام جوز كاليفورنيا في وصفتك المفضلة. استمتع بوجبة خفيفة مغذية في أي وقت من اليوم مع النكهات اللذيذة لجوز كاليفورنيا. يا سلام. احكي لي انت طريقتك كمان بالمغلي شيف. هلا شوفي، انا المغلي بضيف المكونات على البارد. صح. يعني بضيف الرز وبضيف المي، كل كوب رز انا بحط له 4 كوب مي. يعني دائما اذا حطيت شويه رز بدي اخذ 4 اضعاف مي لانه بدي يشد، وانا ما بدي يشد كثير. طبعا. بس انا بحط الكراويه، بحط القرفه، بحط اليانسون، انا عندي يانسون. بحط هدول 3 مكونات. بحطهم مع المي، بخلطهم ومع الرز وبحطه على النار وبضلني احرك. احنا بنعمل شبهك بالضبط، بس ايش بنعمل؟ بنعتبره نوع من النفس الشاطر في الطبخ للستات. اوكي. بنحط معلقه من كل واحد من المكونات، بنقلبها شوي شوي. يا سلام. نتفه. يا سلام. يا سلام. تعرف نتفه هاي؟ انا اخذت اليوم سر جديد. طيب اذا انا بدنا اليوم نحن راح نتناول المغلي على طريقه الاعلاميه سالي الاسعد. تفضلي. خليني في المغلي. كل ما اشوفه بخاف يا جماعه. والله انا بدي دوقه. هذا شو؟ فلفل اصفر. مانجا. مانجا على فكره لزيزة. مانجا ونوتيلا بيمشي الحال. والله لذيذه. استنى بس عشان هذا اذا اتلسع بمرمر. صح. طيب سامعين يا صبايا؟ يا الله الريحه. شايف شوف ما احلى الريحه لما تحمص ريحه البيتزا، ريحة الكراوية واليانسون والقرفة. يا سلام. آه صح. لا منحط الرز. أنا رح أضيف هون المرق. نخلي الريزوتو يقلب، وهون أنا رح أضيف جبنة البارميزان. طبعاً بدنا ننتبه نحن عم نضيف مشاهدينا، جبنة البارميزان هي جبنة مالحة، فدائماً لازم نراعي هذا الشيء. وعندي مرق الدجاج ايضا مالح. هلا راح اضيف الجبنه القابله للدهن او الجبنه الكريمه مع التحريك. الريحه بتجنن عندك طالعه عن جد. هلا فينا نضيف عاد المي مره واحده، ونقلب بسرعه. ايه. وعندك مي انت كمان هنيك تحت لو حبيت تزيدي بعد اكثر. هو هذا الحلو بالمطبخ، يعني يكون في حلول. نحن لقيناها سميكه من رخيه.
واو هون عندي انا راح ابتدي اضيف عليه. هلا من اهم مميزات المغلي اذا ستات حابين وحتى الشباب يعني اللي نعم. بيحبوا ياكلوا لو ينقعوا زي ما انت عامل ناقع الجوز شوي ايه ويقشروا اللوز صح والجوز اذا بننقعه شوي بيروح منه المرار ينقع تقريبا لمده ساعه ساعه بالكثير ايه. في مي بارده صح بيروح منه المرار لما بتيجي تحطيه على وجه الحلويات بيطلع كثير اطيب صح. بس يكون ناشف مش مبلول صح. اوكي نحن راح نضيف المي فينا نضيفها كلها ساعدك انا يا ريت انت بتضيفي المي بعد اوكي تمام اوكي نستنى عليها لتتقل شوي تمام بالله عليك تدوق البيتزا يلا بندوق علشانك يا شيف حلو حامض حلو هاخد اصغر قطعه يلا هاي هاي صغيره اوكي يلا بيتزا الشيف ربيع هاي راح تاخديها بعدين معك على البيت بس كيف الطعم والله طلعت طيب عادي والله طلعت طيب ايه طيب هلا وصلنا للفقره التالية هاي الفقرة كتير حلوة هاي قهوة؟ اوكي قهوة هل قد بتشرب قهوة؟ معقول ولا هتعمل تيراميسو ولا شو في حدا بيشرب قهوة هالقد؟ انت عم تقولي معقول شايف ربيع بيشرب هالقد قهوة؟ عن جد انا بشرب فنجانين ثلاث بس مش طنجرة هلا انا شريب قهوة اوكي بس مش برميل عن جد هاي لعبة يلا نلعب كل واحد من هدول المرطبنات مكتوب عليهم سؤال موجه الى الاعلاميه سالي الاسعد يلا وانت بدك تجاوبي يعني هاي الي شوف انا بس اصب الحليب تمام في سؤال موجود مكتوب على الازاز حلو اوكي انت رح تختاري اي واحد بتبلشي من وين بتحبي تبتدي انا بحب من الوسط من خير الامور الوسط اوكي يا رب يطلع سؤال حنون ولذيذ وضحت الكلمات يا الله هاي موقف البيتزا موقف محرج تعرضتي له خلال مسيرتك المهنية؟ شوف هو الواحد خلال مسيرته خصوصاً في البرامج المباشرة بتعرض لمواقف محرجة كتير صح في بداياتي أوكي. دخلت على الاستوديو وبدينا رح نطلع على الهواء الأوتو كيو عطل والإير بيس عطل والمايكروفون ما عم يوصل للجاليري وانت بعدك بالبدايات وانا لسه يعني ها يدوب كان موقف بصراحة كتير صعب وما قدرتش ما عرفتش ايش بدي اعمل صرت اقشر على الهواء انه فاصل فاصل لحتى فوق بالاستوديو يعرفوا يفهموا علي طيب. وقطعوا يمكن انت هلا كمان ما شاء الله عليك صرتي مدربه صح ومحترفه صح فانت عم توجهي الاعلاميين الجدد يا جماعه بصير مواقف كثير انا المطبخ بصير معي مواقف كثير اكيد بدنا نتجاوزها طبعا اللي بعده اللي بعده يلا اي واحد على ذوقك على ذوقي يلا الاقرب الى المغلي يلا الاقرب الى على فكره المغلي لازم يضل يتحرك لانه بضل يسمك انت عندك فقره على انستغرام اسمها اسال سالي بدك تسالي حالك سؤال وتجاوبي اسال سالي انت اسال سالي سؤال انت يعني تتمني تساليه لحدا بس هو انت بدك تساليه لحالك صح أنا مرات بفكر بيني وبين حالي إنه لو رجع الزمن في لبداياتي بداية زواجي وبداية حياتي كنت صرتي شيف ولا صرتي لا أنت أوكي. بعد وجودك شيف ما حدا بيتعدى على وجودك إنه يا ترى كنت مشيت بنفس الخطوات بنفس الطريقة ولا كان ممكن مشيت بمسار آخر مش تغيير عن الإعلام الإعلام هو مساري وهوايتي وشغفي أكيد حلو بس كان في أشياء نتعداها يعني أنه مثلا أنا كنت بعمل هيك أو ما بعمل هيك قصدك لا أنه كان ممكن مثلا فضلت أمور مهنية أكتر كتير عن أشياء تانية بحياتي مثلا ممكن شو فضلتي مثلا كنت شو لا كنت بتمنى كنت بتتمنى كنت أوكي. بتمنى أوكي. كان ممكن أنه أجمع بين أشياء لها علاقة بالمهنية وبين الأشياء الثانية الحلوة بحياتي اللي أنا بحبها حلو أوكي كمان إحنا يعني ما بدنا حياتنا المهنية
تاخذنا عن هاي الحياه الحلوه. الحياه حلوه كثير يا جماعه والله العظيم، لازم نعطي مساحه نحن لاسرتنا، لازم نعطي مساحه لنفسنا نحن حتى نشوف الحياه قديش حلوة. حتى الواحد يبقى هيك عنده والآن طاقه. بما انه الحياه حلوه وصلنا لاخر واحد من المرطبانات القهوه البراميل هذول اللي بنشربهم بعد الحلقه. يا عيني شخص يا عزيز بدك تحكي معه، يلا وتقولي له يلي بقلبك على سبيكر. ايه على السبيكر. مين اخترتي؟ ماما. ماما الله يخليها، الله يعطيها الصحة وطول العمر، الله يخليها. الو كيفك ماما؟ اهلا اهلا يا ماما، ازيك؟ حبيبتي ماما كيفك انت؟ اهلا يا ثاني، زيك الحمد لله. ماما انا في برنامج بلوجرز كيتشن وبنحاول يعني نوصل لجزء من شطارتك بالمطبخ، ومعي الشيف ربيع عامر بيسلم عليك. كيفك ماما؟ كيف الحال؟ الله يخليكي يا رب ويخلي لك الاستاذ سالي، بصراحه يعني كاريزما وشغف وبتعرف تطبخ، عم تحضر لنا مغلي كمان. ورح نبعث لك معها بيتزا من شغله هي. حبيبتي قولي لها كلمة من قلبك. ماما أنا هيك على الهوى وعلى الملأ بحب أقول لك أنا بحبك كثير، وأنت الله يخليلك يا حبيبتي. الله يخلي قلبك يا ماما، الله يبارك فيك وفي أولادك وجوزك وبيتك. حبيبتي ماما أنت سبب كل الخير من بعد رب العالمين، ربنا يخليكي لينا ويعطيك الصحة وطولة العمر، وأنا بحبك كثير ماما. أنا دائما هيك لازم أفاجئك، أنا بحبك كثير. أنا ماما بحبك بدون وصف يعني، الله يسعدك ويبارك فيك ودايما أطهرك فوق، وأنا عايزة أيام الدنيا أكثر من إني أشوفكوا أحسن ناس. حبيبتي ماما ربنا يبارك فيك، الله يطول بعمرك، وحشتينا. الله يخليك، مع السلامة. وأنت وحشتينا كثير. خلاص بعد البرنامج بعطيكي تقرير مفصل شو طبخت، واكيد هتعدلي علي مش مشكله. والله يا ماما شيف ربيع اليوم عمل ريزوتو بجنن وعملنا مغلي، يا ريت بس الريحه أخلص بتوصل، يا ريت الريحه بتوصل لعندك. عن جد يلا طيب المغلي بشر الخير حبي يولد ان شاء الله. اه صح ان شاء الله حبيبتي ماما، يلا عن اذنك حبيبتي. اطول عليكم، الله معك، مع السلامه. والله فرصة حلوة، الله يطولك بعمرك، الله يطولك بعمرها ويخلي لك اياها، هدول بركة. نحن وصلنا إلى أهم فقرة في هذا في هذه الحلقة اليوم، وهي تقديم ما صنعته الإعلامية سالي من حلوى المغلي وريزوتو الشيف ربيع. وريزوتو يعد الجوز المزروع في كاليفورنيا والغني بالأوميغا 3 الإضافة المثالية لأي وجبة، فهي صحية وذات مذاق رائع، ويمكنك إضافتها إلى السلطات وأطباق المعكرونة والأيس كريم والمزيد. يزخر موقعنا الإلكتروني بمعلومات عن كيفية استخدام جوز كاليفورنيا في وصفتك المفضلة. استمتع بوجبة خفيفة مغذية في أي وقت من اليوم مع النكهات اللذيذة لجوز كاليفورنيا. هلا اللمسه تبع اللايم اللي حكينا عنها كرمال تعطي هذه الاسيديتي. تمام اوكي، بنحركها شوي وجاهزين للسكب. انت فيكي تبتدي. احنا تمام تسكبيه وتزيني. بس كنت اقول لك شغله صغيره عن نوعيه الرز. نوعيه الرز نوعين، في نوع بيكون مطحون ناعم ناعم وفي مطحون على الخشن، انتم مختارين شوي على الخشن. انا حضرته يعني شوفي هلا هي حلو ان تتاخذ بهذا الشكل. وانا تقصدت اني اطلع فيها خلي فيها شويه حبيبات للطعم، بتعطيها طعم كثير حلو. اوكي اسكب ابدا ايه ابتدي ايه أوكي. انا رح ابتدي اسكب طبقي هون. هو احلى شيء جزء التزيين والسكب، العين بتاكل صح، فلهيك نحن حتى انت البورد هاي تبعتك كثير مرتبه، رح اغشها عندي بالبيت اصير اعمل زيك. تسلمي نحن طبعا قلنا البلسميك ريدكشن. ايوه هو خل البلسمي لما بنضيف عليه الزبده وبنخليه على النار لمده معينه بس ما بنكتر.
ونزين بالرمان اللي حضرتنا اياه استاذه سالي. شايف انا مش هحط فراوله على الكراويه مثل ما بدك. وهيك طبقنا الريزوتو مع فطر، مع الفطر ومع الملفوف الصيني البك شوي اصبح جاهز، وكمان الكراويه صح صارت جاهزه مع المكسرات الطيبه. جاهزه بساعدك. تسلم تسلم، شكرا. هيك بس انا بحب الكاس يكون مليان. يلا بتحب تضيف انت اضافات من عندك؟ ايه كاجو شوي، حط لها كاجو هون، كاجو هون، واحدة عين جمل، كاجو هون، ايها عين الجمل في النص، وعندنا هدول تنتين صاروا بجننوا. يسلموا الايدين، ريحتها والله يا جماعه ريحتها بتشهي، ريحتها بتشهي. هاي كلها ابداعاتك يا شيف، انا سعيده كثير والله انه يعني انا سعيد عملتها معك على الهواء. انا سعيد لانك ما شاء الله عليكي على هالكاريزما وعلى هالنفس الطيب اللي عليكي في تحضير للاكل. تحب توجهي كلمه للمشاهدين قبل ما اختم؟ اول شيء بحب اشكرك كثير على اتاحه الفرصه اني اكون معك في هالبرنامج الحلو، وبقول للمشاهدين يعطيكم الف عافيه، بتمنى تكونوا استفدتوا من افكارنا وطريقتنا في تقديم الاطباق، وانا رح اجرب الريزوتو وانتم لازم تجربوها وتحكوا مع الشيف. أنا اللي مسرور وأنا اللي سعيد لأنك أنت لبيتي هذه الدعوة ودخلتي على الاستوديو قبل ما أنا كنت رح تحضري طبخة لوحدك وسيطرت على الموقف. مشاهدينا هيك كانت حلقتنا لليوم مع الإعلامية سالي الأسعد، وانتظرونا بحلقات جديدة. طبعا سالي إذا في حدا من المشاهدين حب أنه يعمل هاي الوصفات اللي حضرناها اليوم ما ينسى يعملنا لها شير على كافة مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الضفرة طبعاً. وعلى أيضاً تعملوا شير ومنشن للأستاذة سالي. انتظرونا في حلقة جديدة مع ضيف جديد وتحديات ووصفة من المطبخ الفرنسي راح تكون في الحلقة القادمة. أنا الشيف ربيع بلوجرز كيتشن، انتظرونا بحلقة جديدة.